السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد لتريبي من مدونة دروس اونلاين. ان شاء الله هنعرف مع بعض دلوقتي ازاي نشغل برنامج الواتساب على الكمبيوتر، وده هيبقى من خلال برنامج اسمه بلو ستوكس. رابط تحميل البرنامج هيكون موجود اسفل الفيديو، لو انت بتشاهدنا على اليوتيوب هتلاقيه في الوصف، ولو انت بتشاهدنا من داخل المدونة هتلاقيه اسفل الموضوع على طول. بتحمل البرنامج، وبعد ما بتحمله سطح المكتب عندك بالشكل ده، وبعد كده بنضغط على البرنامج مرتين ويبدأ يعمل اكستراكت او استخراج الملفات. وبعد كده بيظهر لنا نافذة زي دي، بنضغط عليها متابعة ثم التالي ثم تثبيت. كده بيبدأ في تثبيت التطبيقات أو البرامج، والعملية دي بتاخد وقت شوية، فأول ما يخلص تثبيت هرجع لكم تاني. طيب لحد الآن زي ما احنا شايفين مع بعض، هنلاقي ظهر أيقونتين على سطح المكتب، ونستنى مع بعض لحد ما يخلص عملية التسطيب. تمام، وبعد كده بيظهر لنا نافذة كبيرة زي دي، بنقدر نصغرها من هنا، وبرضو بنستنى شوية لحد ما التحميل ده يخلص، وبعد كده هتلاقي البرنامج اشتغل معاك على طول. أحب أنوه على حاجة، إن كان في إصدار قديم من البرنامج. الإصدار القديم ده كان بيحتاج إمكانيات جهاز عالية شوية، وكنا برضو يعني حلينا المشكلة دي عن طريق عدة خطوات، وهتلاقي رابط حل المشكلة موجود أسفل الفيديو مع تحميل الإصدار القديم. ولكن أنا أنصح إنكم تبدأوا تستخدموا الإصدار الجديد، مع العلم إن في فرق كبير ما بين الإصدار القديم والإصدار الجديد من ناحية الشكل ومن ناحية السرعة. فاحنا ننتظر مع بعض دلوقتي لحد ما تكمل عملية التسطيب. أحب أنوه على حاجة، إن الخطوة دي بتتم عن طريق التحميل من الإنترنت، لذلك لو عندك النت ضعيف العملية دي هتطول معاك وممكن تاخد نص ساعة أو ساعة، فده بيعتمد على حسب سرعة النت عندك. وزي ما انتم شايفين بيبدأ دلوقتي يعمل عملية تهيئة للتطبيق أو البرنامج، وتقريبا دلوقتي عاد هيخلص من التسطيب. طبعا نستنى مع بعض كمان شوية. طيب وبعد ما تم عملية التسطيب بنجاح، بيبدأ يظهر لنا النافذة دي، بيقول لك هل تريد استخدام خدمة الموقع من جوجل؟ اضغط على موافق، وهنا بيديك رسالة بيقول لك في إصدار سابق من أندرويد أوقفت قدرة تطبيقات جوجل على الدخول إلى موقعك، هل تريد إعادة تشغيلها مرة أخرى؟ قول نعم. وزي ما احنا شايفين مع بعض دي واجهة البرنامج. أقدر أضغط بأي مكان في الماوس بالماوس كليك شمال وأسحب لفوق وأنزل لتحت. تمام زي ما احنا شايفين اقدر اتحرك بكل سهولة. وعندك طبعا مجموعة من التطبيقات تقدر تستخدمها، ولكن احنا هنتكلم دلوقتي على تطبيق واتساب. طبعا هو موجود لك عند موجود في التوب ابس، موجود الواتساب نقدر نستخدمه من هنا، او من خلال البحث نبحث عن الواتساب او فايبر او اي شيء عايزين ننزله. فاحنا نضغط على الواتساب، بعد كده نقول له متابعة. هنا بيقول لك إضافة حساب جوجل، هل تريد إضافة حساب حالي أو إنشاء حساب جديد؟ أنا هضغط على حالي. فلازم طبعا يكون عندك أكونت على جوجل أو حساب على جوجل علشان تقدر تستخدم التطبيقات، فأنا هضغط على حالي وأكتب له هنا الاسم الإيميل. طبعا الارقام اللي موجوده في الكيبورد اللي ما بتكتبش، ولكن تقدر تستخدم الارقام اللي موجوده، يعني انت في عندك ارقام على اليمين وارقام موجوده فوق الكلام اللي هي الحروف، تقدر تستخدم اي واحد منهم، اقصد تقدر تستخدم اللي فوق بس اللي هو موجود فوق الكلام.
تمام. وبعد كده بضغط على التالي، وبعد كده نقول له موافق. جاري تسجيل الدخول، يمكن أن أستغرق هذا بضع دقائق. ننتظر، بتيجي نافذة زي دي بعد كده، وبنضغط على التالي من هنا ونقول له متابعة. هنا طبعا بيأكد لك انك تكتب ايميلك من تاني والباسورد اللي هو بتاع الايميل جوجل، وبعد كده بتضغط على تسجيل الدخول، وبعد كده بنضغط يلا على هيا بنا. بيبدأ يدخلك على المتجر، وبعد كده نختار واتس اب، هنيجي في خانة البحث فوق هنا العلامة دي، نضغط عليها ونبحث عن البرنامج باسم واتس اب ماسنجر. تمام، وبعد كده بنبدأ عملية التثبيت، وبعد كده قبول، هيبدأ يتم عملية تنزيل البرنامج أو التطبيق وبعد كده تثبيته. هوقف شوية لحد ما يخلص وارجع لكم تاني. تمام، زي ما انتم شايفين انتهت عملية التحميل، وقال لك جاري تثبيت البرنامج وتم التثبيت بنجاح، ونقدر نعمل له نضغط على فتح. العلم يا جماعة مش لازم يكون عندك موبايل اندرويد عشان تقدر تستخدم التطبيق. نضغط على الموافقة والمتابعة، وكمان برنامج فايبر نفس الفكرة. هنا بتختار الدولة، تضغط هنا، بعد كده بتبحث عن دولتك. انا هبحث عن ايجيبت. تمام، زائد 20، وهنا بكتب رقم تليفوني. وبعد كده بضغط على تم، وبنتظر ثواني. في حاجة مهمة نسيت أقول عليها. طبعا لو انت رقمك مثلا 010 99، انت بتكتبش الزيرو، تبدأ تكتب من بعد الزيرو على طول رقمك. تمام، ده بالنسبة للمصريين، اما بالنسبة لغير المصريين فطبعا برضو ما بتكتبش اول رقم. تمام، عشان برضو لان هيبعت رسالة على الموبايل فيها كود تفعيل. تمام، زي ما احنا شايفين بيقولك سنتحقق من رقم الهاتف وكتب لك رقم تليفونك، هل انت متأكد من صحة الرقم؟ قول له تم. لو عايز تعدي عليه بتضغط على تعديل. طبعا المفروض يبعت لي رسالة على الموبايل دلوقتي. تمام، زي ما انتم شايفين هنا بيبدأ يقول لك استنى 5 دقايق علشان يبعت لك فيها الرسالة بتاعت التفعيل، فاحنا استنى شوية لحد ما تيجي الرسالة. تمام، وزي ما انت سمعته، مش عارف اذا كنت سمعته ولا لأ، وصلني الرسالة.
على الكمبيوتر، ببدأ أكمل باقي الحاجات المطلوبة. طبعا لو انت اصلا عندك الواتساب على الكمبيوتر على الموبايل وعامل اعداداته، بيظهر لك الصورة بتاعتك وكمان الاسم، فانت على كده بتضغط على التالي، بعد كده يقول لك جاري التهيئة، وبعد كده متابعة. تمام، وبكده مبروك عليا الواتساب على الكمبيوتر، بقدر اشتغل منه عادي بدون اي مشاكل. كده نكون انتهينا من درس النهاردة. شكرا، السلام عليكم. ولو حابب تتواصل بالدروس القادمة على مدونة الدروس أونلاين، يمكنك متابعتنا على الفيسبوك www.facebook.com/دروس أونلاين، أو البحث عن كلمة دروس كمبيوتر أونلاين والإعجاب بصفحتنا، والأهم من ذلك هو تفعيل خاصية الحصول على الإشعارات حتى يصلكم إشعارات بالمنشورات اللي احنا بننزلها يوميا على الصفحة. وكذلك يمكنك متابعتنا على تويتر www.twitter.com/دروس أونلاين، أو البحث عن كلمة دروس كمبيوتر أونلاين. وبالأخير، لو كان عجبك الفيديو النهاردة ما تنساش تضغط على لايك، وكذلك الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو مع أصحابك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولو كان عندك تعليق تقدر تسيب لنا تعليق بالأسفل، وإن شاء الله هنرد عليك في أقرب وقت ممكن. شكرا.